خير يا طير؟ شابين علي شاب الجوال واخذت مخالفه ساهر، ايش عندكم؟ يا اخوي مو هو انا اللي ابيك، عابد قال نبغاكم واللقاء ضروري جدا. طيب عابد وينه؟ هذا بيجي. اها هذا وصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص انا مو قادر اتحمل، ضميري مو راضي يسكت. انا بروح ابلغ المباحث ويصير اللي يصير. لا يا شيخ، انت كذا انجنيت بعد ما قفلوا القضيه، جاي تقولي ضميرك؟ ضميرك هذا وين كان قبل 6 شهور؟ انا كنت في صراع ومو قادر اتحمل اللي صار. يعني انت كنت في صراع وحنا نروح في خرايطها؟ انا علمتكم هذا اللي صار وانا مو قادر اتحمله. يا جماعه الخير هدوا شوي، واضح ان عابد وجهه اصفر وتعبان شوي، لكن كل شيء بنعالجه بالمنطق. ما ادري ايش اقول لك، لكن طلعت ما عندك ذره واحده من تحمل المسؤوليه، ولا داري باللي قاعد يصير بسبب عقلك المريض ذا. المسؤوليه ظافر اني اتجاهل اللي صار وانساه. اجل لو كان ابوك وش كان بتكون رده فعلك؟ اقول لا تجيب طاري ابوي على لسانك، لا تشوف شيء ما يرضيك. خليني اشوفك، خليك رجال. انت تعرف اللي يستفز ظافر ايش يصير له؟ تعرف ايش اللي يستفز ظافر ايش يصير له؟ هد 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 ظافر 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 هد مخر ايدك. تعبت من ابليس يا عيال، والله عيب اللي قاعدين نسويه. تميم تابع فيلم انت، قل شيء يا اخي. وخر شوي سهل. عابد حبيبي، انت تذكر قبل 6 شهور الخطبة العصمة اللي اعطيناها ظافر هنا في الاستراحة؟ تذكر بعدها تعاهدنا صح ولا لا؟ العهد اللي بيننا مات. شو؟ ليش مات العهد؟ ها؟ العهد ما يموت. لا عهد على ظلم. لا عهد على ظلم؟ وتبليغك على اخوياك ما هو ظلم؟ الظلم الحقيقي اللي قاعد انا اعيشه، قاعد اموت على البطيء كل دقيقه وكل ثانيه، وانتم ولا حاسين ولا شايفين. قاعد تموت بالبطيء؟ لا حرام. شوف يا عابد، الموت حق، وانت بتموت سواء بالبطيء او بالسريع، انت اختر شلون تبي تموت.